رجعنا بنتواصل من جديد مع كل المشاهدين في كل مكان، واتكلمنا اليوم عن الصحة بصورة يعني عميقة شوية، خاصة تقوية الجهاز المناعي، وعشان صحتنا برضه نرجع في أشياء تانية كثيرة جدا لابد أن هي تتوفر في كل بلد، تتوفر في كل مستشفى الدم، لأنه كثير من الظروف القاسية في الحياة، الحوادث، الأمراض، العمليات وغيرها، بتتطلب أنه يكون في وجود دم، عشان الإنسان بيحتاج لأنه يكون في دم حاضر عشان يقدر يعيش يعني، ويقدر يمارس نشاطات حياته بصورة صحية وأفضل. عندنا نماذج كثيرة في السودان لفكرة التبرع بالدم، كثير من المبادرات، كثير من الأفكار المهمة والملهمة للشباب لأنهم يتبرعوا بالدم، والشباب حاضر يا حمزة في كل لحظة، في كل طلب نلقاه منهم حاضرين، لكن احنا بنسعى لأنه يكون في مؤسسة قائمة بصورة أكبر لفكرة التبرع بالدم، خاصة 14 يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم. احنا هنتكلم عن هذه المبادرة، مبادرة اليوم العالمي للتبرع بالدم، هنتكلم تحديدا عن فكرة اليوم العالمي للتبرع بالدم مع دكتور مهند محمد عثمان، مدير التخطيط والمتابعة بالإدارة القومية لخدمات نقل الدم. اهلا ومرحبا بك دكتور مهند، صباح الخير عليك. اهلا بكم وصباح الخير في صباحات الشروق، وانا سعيد بالاستضافه. اهلا وسهلا. طيب، في مثل هذا اليوم من كل عام بيحتفل العالم اجمع باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، اللي بيحث الناس على اهميه التبرع بالدم لانقاذ الحياه. فنتكلم الى مدى ممكن يشكل لكم اليوم ده ميزه خاصه جدا لاسلوب التوعيه والارشاد بكل العاملين او عموما المجتمع السوداني. طبعا هو 14 يونيو، طبعا هو اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهو يوم فرحنا يعني بالنسبة لخدمات نقل الدم. نحن في إدارة القومية لخدمات نقل الدم مدار الصحة الاتحادية، ده الشق ان احنا منوبينا انه بنعمل فيه طول العام، ونجي 14 يونيو بنحاول نعمل نحتفل باليوم، والشكل الاحتفالي اكثر من انه يكون احتفالي، بيكون هو عمل لبدايه سنه جديده واحتفال. فهو يوم بيعبر عن الشكر خاصه في المجتمع لشخص مهم جدا اللي هو المتبرع بالدم. يعني احنا خدماتنا على الدم كلها ترتكز وتقوم على المتبرع. طبعاً. المتبرع بالدم، اذا ما في متبرع ما عندنا عمليه بتاعت خدماتنا على الدم. و14 يونيو طبعا هو تخليد لذكرى العالم كارل شتاينر، هو اللي اكتشف الفصائل بالدم واخذ عليها جائزة نوبل، فخلد اليوم ده لذكراه. نحن في السودان بنحتفل باليوم العالمي مع العالم لانه الدم ثقافة عالمية ما فيها اي تمييز، وبيستمر الاحتفال لغاية 14/7 اللي هو اليوم القومي، اليوم القومي الوطني السوداني للتبرع بالدم. نعم، جميل جدا. طيب هذا العام يعني اهداف الحمله، حمله التبرع بالدم على ماذا تشمل هذا العام؟ اكيد كل عام بيكون في اهداف معينه، هذا العام خاصه انه العالم بيمر بظروف جائحه كورونا. طبعا نسال الله انه يرفع عننا الوباء ويشفي كل المرضى. نعم، الموجودين. ونحن الظرف في هذا العام هو ظرف خاص جدا. دائما نحن شعارنا وهدفنا القومي في الاستراتيجيه لخدمات نقل الدم هي مامونيه الدم. يعني دائما الهاجس عند المريض وعند المتبرع وعندنا نحن كخدمات انه المامونيه والسلامه للدم. فنحن في السنه دي بالذات العالم كله بيتكلم عن سلامه الدم ومامونيه الدم ونقل الدم، وخاصه الظرف بتاع الجائحه برضه يعني تخليه جات مع بعض. فنحن بنتكلم برضه عن السلامه والوقايه وانه كيف يكون التبرع في ظل الظرف الصعب الموجود الان. والحمد لله الاداره القوميه لخدمات نقل الدم توفقت في انه رغم الظروف ورغم الجائحه الكبيره، انه العالم يعني اكبر الدول عجزت انها هي تقاوم الجائحه دي، الا انه احنا بامكانياتنا المتواضعه الموجوده قدرنا يعني نرتب حملات ونغير من شكل الاحتفالية. جميل دكتور مهند، الآن عطفا لحديث الزميلة لينا إنه العالم بيمر بفترة صعبة. زمان بنشوف بنك الدم العربات في المارة عموما هي بتكون موجودة بكثافة شديدة، وممكن أي شخص ماري يتبرع بدمه بعد القياس يعني. فالآن كل الشوارع هي خالية تماما من المتبرعين لسلامتهم، وبتخوف في الفترة دي بالذات كده انه يشيلوا اي عينات من دمك او تتبرع او كده. فكيف
في ظل الجائحة دي أنتوا بتنسقوا ما بين وريد السودان ما بين لجان الأحياء عشان تمدوا بنك الدم بكل الفصائل؟ والله هنا ده سؤال ممتاز. طبعا هنا بيجي الذكاء المهني، يعني إذا أنت بتتعامل مع الـ مع الـ مع التبرع بالدم كعمل روتيني ما أظن تلقى نجاح في ظل تقصد روتيني يومي يعني اليومي، وإنك أنت بتعتمد على إنه شخص واحد يجيك مكرر مكرر يعني أو 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 أنت معتمد على المارة. الآن مارة ما موجودين أو ما في المجتمع، الآن كله بيلتزم بالإرشادات إنه يكون موجود في المنازل، فأنت لازم تتعامل بذكاء وتصل المتبرع وتوفر سبل الحماية. ومن هنا دار أحب أشكر الشباب في وريد السودان. وريد السودان عبارة عن تجمع منظمات موجودة اسم ذاته يعني استحق يعني هو والله العظيم. يعني نحن دائما في إدارة قومية خدمة عندنا شقين، الشق الحكومي الهيكلي للعمل، وعندنا الشق الطوعي المتمثل في البرنامج القومي لخدمات نقل الدم، هي على راسها دكتورة مها وعلى راس المنظومة دي دكتورة ماريا ساتا. من هنا اليوم التحية يعني في وريد السودان. أنا أذكر يعني أذكر شخصية مميزة هي أستاذة آيات شمت، ودائما العنصر النسائي له دور كبير يعني في العمل الطوعي والمجتمعي. وفي موجود منظمات برضو اللي هي منظمة الصدقات وشركة السوداني. خلينا نذكر أبرز الشركاء تحديدا في الحملة اللي أذكرهم يعني صدقات وسوداني، بالإضافة للجان المقاومة في الأحياء قاموا بدور كبير جدا جدا. يعني يا دكتور مهند عشان السؤال ما يكون عام، أنت وضحت فكرة عامة، لكن التبرع بيتم كيف؟ هل أنتم بتصلوا الناس في الأحياء والمتبرعين ذاته بيجوا للمعامل المختلفة بتكون مخصصة بعينها؟ يعني نحن الاثنين شغالين، ما بنفقد متبرع. القدر يصلنا لغاية البنك المركزي يلقى كل سبل الحماية والوقاية الموجودة ويتبرع بصورة آمنة، لكن نظرا للظرف الموجود نحن بنصل أحياء. كان في برنامج مستمر وصلت كل الأحياء وكان في تجاوب كبير، وكان لجان المقاومة موجودين ويتنظموا بشكل ممتاز وراعوا البعد التباعد الاجتماعي وسبل الحماية وحتى التغيير بين متبرع والتعقيم وكل الوسائل بتاعت الحمايه. كان في توفر، لانه كان بجد كان في اشكاليه حقيقيه في الدم في ظل الظرف الحالي. نعم. شعار الحمله هذا العام تبرع بدمك واجعل العالم مكانا اوفر للصحه. تمام. ماذا يعني هذا الشعار؟ يعني ببساطه الشعار ده بيبين انه الدم ما زي ما الناس يعني احنا لسه رغم انه المجهودات الكبيره الموجوده الا انه نحن لسه بنلاحظ دي حقيقه، بنلقى انه في شح في بعض الاوقات في الدم، طبعا نظرا لانه الفصائل مختلفه والتبرع ما زال يعني شق كبير منه اسري عند الحوجه. ونحن الهدف الاساسي برضه انه نحن نحول التبرع الاسري لتبرع طوعي. يعني ببساطه المتبرع يجينا كل 3 شهور ل4 شهور يتبرع تلقائيا، كده بيكون الدم متوفر موجود وما يحصل تدافع وما يحصل نقص في الدم في اي مكان، وده الاساس القائم عليه خدمات نقل الدم في السودان وفي العالم كله. يعني بنتمنى حتى كمان في كل المستشفيات سواء كان على ولايه الخرطوم او بقيه الولايات ان تصل الاحتياجات الكافيه، خاصه المتبرعين مرات بيكون في حالات حرجه هي ممكن يعني ما تتوفر لها سبل الحماية الكافية، يلقوا فصائل معينة من الدم لازم تكون متوفرة في بنك الدم. في قوانين بحد ذاتها صعبة في بعض المستشفيات، نتمنى انه يتم التغاضي عنها خصيصا يعني تجاه مسألة الدم تحديدا. احنا شكرا لك كثير جدا دكتور مهند، يمكن الزمن ضيق، الحديث كثير عن مفهوم الدم، اكيد في عوائق في مشاكل، احنا ان شاء الله هنسعى ان نتحدث عنها في مرات قادمة باذن الله. انا بس عايز انبه انه اليوم الفعالية موجودة في نادي الطائف شمال، هيكون الساعة 5 مساء وحتكون كل سبل الوقاية موجودة كتدشين للي حاب يتبرع يمشي يتبرع، وحيكون فيها كل وسائل السلامة والمعينات، بالإضافة لأنه حنمتد البرنامج لغاية 14/7، ونقول إن شاء الله يعني ربنا يشيل عننا الوباء ويكون الناس أوفر صحة. إحنا ما نقول الحاب يتبرع، إحنا نقول تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة. شكرا لك. حاضرين جدا دكتور مهند عثمان مدير التخطيط والمتابعة الإدارة القومية لإدارة نقل الدم، كتر خيرك، شكرا جزيلا.